نظمت جمعية الهلال الأحمر البحريني حفل ختام برنامج متطوعي المستقبل برعاية الأمين العام للجمعية سيد مبارك خليفة الحادي، وبحضور السيد فيصل فولاذ الأمين العام لجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان، وذلك لتكريم المشاركين الذي أنهوا برنامج متطوعي المستقبل 1 و2. هي لعمل صف ثاني من شباب اللي تطوعوا معانا، وهذه الصف الثاني إن نعطيهم نبذة عن الجمعية وشنو عمل الجمعية وما هو التطوع، يعني كيف إن أنا أترجم التطوع. إحنا كل إنسان عندنا يعني عند البذرة موجودة بذرة الخير، لكن كيف أنا أنميها وكيف إني أنا أطلعها. وتحرص الجمعية على استقطاب الشباب وتعليمهم المهارات اللازمة لتمكينهم في تقديم خدمات تطوعية وإنسانية. بعد ما أمضوا معنا أسبوعين دربوا فيها على زرعنا فيهم روح القيادة وغرسنا فيهم مفاهيم ومبادئ المفاهيم السبعة، القيم السبعة، وصقلنا روح التطوع فيهم على أساس أنهم يتعلمون، وهيئناهم على أنهم يكونون قادة. فيما عبر المتدربون عن سعادتهم بانضمامهم إلى البرنامج الذي قادهم إلى رحلة تطور الذات وبناء القدرات. تعلمنا شلون نكون قادة عشان نعرف شلون نتطوع في المستقبل، ومو بس فقط قادة على فريق أو على مكان، أنا يعني صرت قائدة على نفسي، عرفت شلون أن أطور من نفسي وأدرب روحي ويعني تطوير، كان تطوير شخصي وتطوير ذاتي. وبعد إلقاء الكلمات من الحضور واللجنة المنظمة للتكريم، تم توزيع الشهادات والدروع على المتدربين والقائمين على البرنامج وجميع المشاركين. فود فوتوغرافر هو برنامج تدريبي للتعرف على أساسيات وأسرار تصوير الأطعمة والتدرب عليها من خلال الشرح النظري وتطبيقات العملية المكثفة التي تساعد الشباب في تطوير قدراتهم ومهاراتهم للحصول على نتائج محترفة. هاي السنة الثانية على التوالي قدمت بعد معاهم من قبل، وإن شاء الله نقدر نطلع نتائج من الطلبة يستفيدون منها في السوق المحلي. محاور الورشة أنهم يتعلمون على تصوير الأطعمة بحيث أنهم يقدرون يدخلون فيها السوق، يعني يروحون المطاعم والكوفي شوبات ويقدرون يصورون ويطلعون بصور احترافية. طبعا لازم يتعرفون على توزيعات الإضاءة وتوزيعات مثلا التصوير نفسها، أن الطبق شلون نصوره من أي جهة شلون، لأن في طرق تطلع صور بجمالية أكثر من هاي من الصور العادية، فأنا نبيهم شوي يروحون حق على قولتنا نقول النكست ليفل إن شاء الله. شاركت لأن أنا عندي في عائلتي مثلا خالتي عندها مشروع أسر منتجة، فصعب إن إحنا نلاقي مصورين بسعر قليل يناسب الأسر المنتجة، فقلت أنا ليش ما أتعلم بحكم إن عندي الإمكانيات، ليش ما أتعلم وأنا بنفسي أقدر أساعدها. إذا انتهت الورشة راح أكون قادر بإذن الله على تصوير الأطعمة بزوايا مختلفة ومتناسبة والتعامل مع الإضاءات بشكل محترم. اشتركت في ورشة الفود فوتوغرافي عشان أنا بصراحة إنسان يعني أحب التصوير، بس ليش اخترته بالذات؟ لأن أنا كنت في الإجازة ما كان عندي شيء، فكنت حابة أن أجرب شيء جديد، فقررت أشيك الفود فوتوغرافي إنها كهواية جديدة ونفسنا شيء أماسة في الإجازة أستفيد منه. تستهدف الورشة الفئة العمرية من عمر 15 عاماً وحتى سن 35، ويتطلب أيضاً من المشاركين إحضار كاميراتهم الخاصة وأجهزتهم المحمولة للتدرب عليها. ضمن فعاليات مهرجان صيف البحرين، أقامت هيئة البحرين للثقافة والآثار ورشاً تدريبية في مركز الجسر للحرفيين تستمر على مدار شهر واحد، حيث تنوعت الورش بين صناعة الفخار والخط العربي إضافة لفن النقدة، وذلك بمشاركة مجموعة من الشباب تتجاوز أعمارهم 13 عاماً وأكثر من مختلف الجنسيات. تحققت يعني في إقبال على الدورة، وفي
يطمحون المتدربين يطمحون ان الوقت يكون اطول. ما شاء الله عليهم يعني في اقبال موجود وحققت الاهداف. المتدرب يطلع بهدف انه اتعلم الاساسيات، يعني هي الدوره اساسيات الدولاب، يعني التعلم على حرفه الدولاب. خط الرقعة من أبسط الخطوط، في انحناءات بسيطة، الأطوال ماله والقواعد ماله أسهل من غيره، فبالتالي هو أسهل نبدي فيه مع الطلبة، يعني بخلاف غيره من الخطوط. الخطوط الأخرى شوي فيها قواعد أكثر، فيها شغل أكثر، فبالتالي إحنا نبدي إياهم في الأبسط وبعدين نروح إياهم حق الخط الأصعب. يعتبر الأسبوع الحالي هو الثاني للورش التدريبية والتي سوف تستمر حتى منتصف الشهر المقبل، حيث يهدف القائمون عليها للحفاظ على التراث البحريني الأصيل والمميز. استفدت أني أول مرة أتعامل مع الطين كخامة ما تعاملت معها من قبل، وكانت تجربة جدا جميلة بصراحة. أول شيء أنا مشتركة في الدورة حق أنه أنا من مهاراتي في الخط، أنه كون أنه أنا عندي فكرة عن خط الرقعة بس ما عندي فكرة عن الخط من قبل، يعني استفدت وايد، لأن يعني الفكرة عن الخط ما كنت يعني كان عندي فكرة عنه من أول يوم. طبعا اليوم جيت أول يوم وايد مستانسة أنه أنا عرفت حتى شلون أكتب الحروف، وإن شاء الله يعني نطلع بشيء حلو. يعني لأن النغدة مطلوبة في الأسواق ومو موجودة بشكل كبير، فحبيت أني أتعلمها ويا أبوي متعاونية عشان الناس تأخذ من عندنا. تقام الورش التدريبية كل يوم سبت من كل أسبوع من الساعة 10 صباحا ولمدة 2:30، حيث تحظى هذه الورش باهتمام المتدربين الذين تملأهم الرغبة في التعلم والبحث في الإرث التاريخي والحضاري لمملكة البحرين.